وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله إلهي مهله سيدة الله سعوتين ومدرسة ومعنى الله سعوتين لما أنتد وحن ما أنتقب صومي كوران كيلا بعض أي صدح ذا قدومي حسبي يعني وكبو بجوغ هامد على كحيقان هان أي سكوئي مادين يضل لغو لفقوري عمل لغو هذا اللي سيد دور شوين كيسو مالان ورنتي تبو دعبدا نقرد عي وآخر كي أي وضيال المحترمين أو سومالان هاي السحر القامين يوونا دنكو ذا السحر القامين إسلام كان سوجيدين قوام سوجيدين سيد هاو شهر لغو سيد دقاجين لها إن دور شديد سيدا قد أخصها بضان لغو صورة قلصاني لغو قبصانتو سيدا مدحوينو شالهبا وكاقاها نواقي قد بدي وكو جيدي عروضي ورشلي دي سومالان وحن ماانتنا مر لباد وبالانتي لباد هايد وكان سكون نقولناي أن كوه شيني إن المدو لو يبهاني هاي سيدي هاو شالو فني لها إحركي يحلكي لسكو عمسين لها هاو شا سلميد من دلو نقول لهايد إن المدو كوبان ويلا بشاد دمبتو من كيدا أن كبارا اندقنو وان هاو شا دمستير كيدا سيدي رو دمستير لها لون هرون لو سعون لها هاو شا سي قضبادي أي سوجي ديين تغيدين لو مارت لو فني لها يعني هو عصرنا إلى بشتوب كده نحوشه أنت كهر رئيس إن شاء الله لقى قرار مرت حركة على إلى قرار قطعه على قرار لبده قدومين ونلاقات يعني رنتي تحسن ده هو باقينا وحنا جا سد شلي مدحونه هرت شعب هرت فرنت ودرة وحنا جا قان يعني نمانتي إنه وحي هرا دعي ودعي وحي دب دعيه صار دعي ودعي لكن سين مانت لقى بلابا يعني أنا ودي أقولون سيد دارش ده هو قبسوه من هيد تكلية من سومالا لك بالبالس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سكور قبتين وحرمان طيال الناي كلان كيلا بعض لبدو قدومي يحسبي مدحوين هاي مدحنا كيانكو سيانو هارو قصي وضنا سيد دارشادنا وقبسوهم الهيد سوچيدين تي odayaashan ah loo dhaqan gelin lahaa markaan aragnay hawsha culayskeeda waxaan isla garanay inay u baahan tahay waqti hawsha lagu fuliyo si qodobadii loo fuliyo markaan waxaan isla qaadanay in ilaa bisha 10-keeda January 10-keeda hawshaas la siiyo waqti xukuumadda iyo xisbigeeda iyo madaxweynaha marka waqtiga ay u baahan tahay waan la qaadanay ilaa bisha 10-keeda in hawsha la gudagalo la soo ururiyo la soo afjaro insha Allah marka waxaan u sheegaynaa ummada iyo shacabiga Soomaaliland iyo cidda danaynaysa arrimaha doorashada Soomaaliland in bisha 10-keeda insha Allah aan filayno war ummada iyo shacabiga ka farxiya inoo horseeday in doorashooyinkii inoo qabsoomaan qodobadan insha Allah ay si loo fulin lahaa ay noqoto maalin aynu ku baaqno haddii Ilaahay ka